من حوالين الشهر تقريبا كلنا سمعنا اخبار بانه تم اجتياز اختبار تيورينج. هل يا ترى هالاخبار صحيحه؟ وشو هو اختبار تيورينج اصلا؟ وشو هو الهدف منه؟ وليش في ناس شككت بالخبر وبمدى مصداقيته ومدى صحته العلميه؟ يعني رح نتناول هذا الموضوع اليوم بحلقتنا جديده من ريبورت. في شخص كتير مهم بمجال المعلوماتي وعلوم الكمبيوتر اسمه آلان تيورينج. هالشخص لما شاف انه الحوسبة والكمبيوتر عم يقترب من الذكاء البشري شوي شوي، كان ذكي إنف انه يتساءل من زمان كيف لما يتطور ذكاء الآلة كتير رح نقدر نقيم اذا وصل هالذكاء لمستوى الذكاء البشري. وبشكل عام السؤال الاعم يلي شاغل باله كان هو Can machines think؟ هل يمكن للآلات ان تفكر؟ بعدين شاف السؤال مطاط شوي، يعني كلمة آلات ما كتير واضحة اصلا، وكلمة تفكر لسه اكثر تعقيدا، فحب يغير هالسؤال. ليوصلنا للسؤال البديل بيحكي لنا عن لعبة اسمها لعبة التقليد او المحاكاة، The Imitation Game. هاللعبة فيها ذكر وانثى بغرفة، وحكم معزول عنهما بغرفة تانية، وبتواصل مع كل منهما نصيا او كتابيا. بنهاية هذا التواصل النصي كان على الحكم يحزر مين من يلي كان عم يحكي معهم انثى ومين كان الذكر. ولهيك التواصل النصي مشان الشكل الخارجي والصوت او اي شيء من هذا النوع ما يأثر على الحكم، وانما يكون فقط حكمه للحكم مبني على المحتوى. يعني التواصل تماما بيكون مثل مفهوم التشاتينج تبعنا اليوم. بهاللعبة الذكر هدفه يكذب على الحكم ليخليه يغلط ويفكر انه هو الانثى، بينما الانثى هدفها تخلي الحكم يعرف عن جد انه هي الانثى. فهذا نتخيل على سبيل المثال فقط انه اذا تكررت هاللعبة 10 مرات، الحكم عم يميز بشكل صحيح بين الذكر والانثى 7 مرات ويخطئ ب3 مرات مثلا. السؤال اللي بيوصله تيورينج بخصوص ذكاء الآلة بناء على هذه اللعبة هو لو استبدلنا الذكر بهاللعبة بكمبيوتر، هل رح تتغير النتيجة اللي عم يطلع فيها الحكم؟ من وراء هالسؤال بيوصل للاختبار المشهور يلي بنعرفه حاليا باسم اختبار تيورينج، ويلي هو انه حكم بيكون بغرفة وعم توصله رسائل نصية من الغرفة التانية، ولازم يعرف هو اذا مصدر هالرسائل انسان ام كمبيوتر. وفي حال صار غير ممكن للحكم يميز اذا يلي عم يحكي معه كان كمبيوتر ام انسان، بيكون تم اجتياز اختبار تيورينج من قبل كمبيوتر غير قابل للتمييز عن الانسان بناء على المحتوى النصي يلي بينتجه. وبالبيبر نفسه يلي بيكون عم يشرح فيها آلان تيورينج افكاره وهيدا الليميتيشن جيم والتست تبعه، يعني في جمله معينه بيقول فيها مشان اوضح للقارئ اكثر افكاري بهذا الموضوع راح اقول له رايي الشخصي عندي، باني بتوقع بعد انه بعد حوالين 50 سنة راح تكون التشانس تبع الافرج انتريجيتور تبع هذا الحكم يعني انه يقدر يميز انه عم يحكي معه اذا يكون انسان ولا اله اقل من 70% بمحادثة اقل من 5 دقائق. فاللي صار انه جامعة ريدينج فسرت هذا الموضوع حرفيا واعتبرته انه هذا يعني هذه الجملة اعتبرتها هي المقياس يعني تبع او المعيار تبع اختبار تيورينج. وعلى الاساس هي اعلنت انه هذا الكمبيوتر يلي هي اعلنت انه اجتاز اختبار تيورينج، يعني على اساس المحادثات اللي مدتها 5 دقائق بس وانه يكون فوق 30%. ولكن هل ترى عن جد فينا نعتبر هذا الشيء اجتياز الاختبار تيورينج؟ لانه على فكره يعني تيورينج حط هذا الاختبار ليجاوب على السؤال الاصلي اللي كان ماشينز ثينك. فالحقيقه هون في اشاره استفهام كبيره. في شيء من الفخر بيقول دكتور كيفن وارويك بانه انا بعرف انه في ناس رح تقول انه تم اجتياز اختبار تيورينج من قبل، ولكن نحن بهذا الايفنت ولاول مره يعني بنعمل كتير عدد كبير من الاختبارات المتزامنه، اختبارات تيورينج يلي استمرت لمده 5 دقائق، وما بصير يكون باختبار تيورينج في اسئله يعني مسبقه متفق عليها قبل الاختبار، وكان الاختبار ان ريستريكتد، وبمعنى انه هو شايف انه الاختبار هذا اللي صار يلي تم فيه بجامعة ريدينج اجتياز اختبار تيورينج هو انجاز، يعني لانه كان الاختبار unrestricted. بيعلق راي كورزويل يلي بنحكي عنه بحلقات سابقة يعني على هذا الموضوع، على هذه الجملة يعني وعلى هالاختبار كله يلي صار السنة، بيقول بيأسفني يعني اسمع هالكلام من شخص انا بالعادة بتفق معه بكتير اشياء، يعني عم يحكي عن وارويك يعني انه كيف عم تقول انه unrestricted اذا كانت مدة يعني مدة المحادثات بين الشخص والطرف بين الحكم يعني والطرف الثاني اللي هو يبي يكون شخص يبي يكون كمبيوتر عم تكون 5 دقائق بس.
وكيف فينك تقول انه unrestricted كمان اذا كان يعني الكمبيوتر اللي فاز كان وقتها متقمص شخصية ولد عمره 13 سنة. هذا الولد هو يعني لغته الانجليزية هي اللغة الانجليزية اللي عم يحكي فيها مع الحكم هي مانا لغته الاولى، فهو يعني انه شخص عمره 13 سنة لغته الانجليزية مانا لغته الاولى، فهو ممكن يغربط باللغة ممكن كذا، انه هذا طبيعي يعني بالنسبة كان بهالاختبار. فهو ريكورد بالحقيقة شاف انه هذا الاختبار مانو يعني مانو مقنع، واكثر من هيك مانو مقنع لانه لما بتجرب تحكي معه، وفيك تجرب انت تحكي معه كمان، وفي اللينكات تحت تشوف الديسكربشن في كتير لينكس للي كل شيء عم نحكي عنه هلا. الحقيقة في كتير اشي يعني بيبين انه يعني حتى لطفل 13، حتى لولد عمره 13 سنة يعني مانو كتير مقنع يعني. وهي جزء من المحادثة اللي صار بين ريكورد وايل وبين هذا الشات بوت، هذا السوفت وير اللي هو سبوزدلي فاز باختبار تيورينج، اشتغل اختبار تيورينج يعني. ما دام ما تم انجازه ما كان مقنع لراي كورزويل ولكتير ناس غيره، طب شو اللي لازم يصير حتى نقتنع كلنا انه تم حقيقة اجتياز اختبار تيورينج؟ لنتناول هالفكرة رح نحكي عن رهان علني صار بين راي كورزويل وميتشل كيبر من فترة بخصوص اختبار تيورينج. يلي صار هو انه راي كورزويل من زمان متوقع انه رح يتم اجتياز اختبار تيورينج قبل نهاية عام 2029، بينما ميتش بيشوف انه هالتوقع خاطئ، فبرعاية مؤسسة معينة قرروا هالتنين يتشارطوا، ويلي بيخسر الشرط بيدفع $20,000 لمؤسسة خيرية من اختيار الطرف الفائز. فليحددوا مين الفائز هني مضطرين يحددوا تفاصيل الشرط هالرهان يعني والاختبار بدقة، خصوصا انه تيورينج لما حكى بالبيبر يلي حكينا عنه عن اختباره ترك اشياء كتيرة بدون ما يفصل فيها، منها مثلا مدة المحادثات بين الحكام وبين الطرف الثاني اللي يا اما بيكون انساني اما بيكون كمبيوتر، وهذا تفصيل مهم. مثلا قبل ما نبلش بالتفاصيل لازم نذكر الشروط يلي ممكن تسمح بتعديلات مستقبلية للنقاط اللي رح نحكيها هلا، وهي شروط محددة اذا ثبت انها موجودة بالنقاط التالية من هلا لقبل ما يعملوا الاختبار بحق لهم اذا اتفقوا عليها يعني بحق لهم يعملوا هالتعديلات، وهي انه إذا ثبت أنها غير متناسقة مع بعضها inconsistent، إذا ثبت أنها غير قابلة للتطبيق، إذا ثبت أنها غير عادلة، أو أنها لا تعبر عن أو لا تتماشى مع اختبار تيورينج الأصلي. المفاهيم التالية تم تعريفها ليكون متفق عليها بدقة من قبل أطراف الرهان. كلمة إنسان بسياقنا تعني مفهوم كلمة إنسان عام 2001 يلي هي سنة الشرط، إنسان غير محسن وراثيا وغير محسن إلكترونيا داخليا كوجود شيب جوا جسمه، ولا خارجيا كاقتنائه لجهاز بيساعده بالأجوبة. كلمة كمبيوتر بتعني الكمبيوتر اللي نعرفه اليوم بدون أي تدخل بشري يساعده بالأجوبة، وما بيحتوي أي أعضاء بيولوجية، بس طبعا بحق له يحاكيها وظيفيا. اللجنة عبارة عن 3 أشخاص بشر وفق ما عرفنا كلمة إنسان هلأ، الحكام 3 أشخاص بشر، المشاركين هن 3 human foils وكمبيوتر رح يتم مقابلتهم من قبل الحكام، وبالأخير لازم يحدد الحكم مين هو الكمبيوتر. اللجنة مؤلفة من 3 أعضاء وهن راي كورزويل، أو في حال عدم وجوده يستبدل بشخص هو بيختاره أو حدا بيعبر عن آرائه يعني، 2 ميتش كابور وكمان نفس الشيء في حال عدم وجوده حدا بينوب عنه بيعبر عن أفكاره، وشخص ثالث بيتفقوا عليه أول 2. في حال ما اتفقوا المؤسس الراعي للرهان بتختار شخص بيمثل رأي وسطي middle ground بين الرأيين السابقين قدر الإمكان. مهام اللجنة تحط قواعد الاختبار وتتأكد بأنه كل شيء رح يمشي على أساس هالقواعد بدون غش أو تحريف قدر الإمكان، وأنها تعين 3 حكام بشر وفق ما سبق تعريفه، وتعين 3 human foils يلي ما لازم يكونوا معروفين من قبل الحكام لا على المستوى الشخصي ولا عن طريق المسموعية يعني ما سمعانين فيهم حتى ما بيعرفوا اي شيء عنهم يعني. كل تيورينج تيست سيشن لازم تتألف من 3 ترايلز، 3 مرافعات،
كل مرافعة مؤلفة من مجموعة مقابلات وبعدها بصير فوتينج تصويت. كل حكم لازم يقابل المشاركين الأربعة الـ participants الأربعة يلي هن مثل ما قلنا ثلاثة بشر وكمبيوتر واحد. مدة كل مقابلة ساعتين، بالتالي كل حكم لوحده بيقضي 8 ساعات مقابلات مع المشاركين. فبالمجمل كونه في ثلاث حكام مدة المقابلات كلها بتكون 8 ضرب 3 24 ساعة. ليس على المشاركين من بشر أو كمبيوتر أنه يجاوبوا أجوبة حقيقية طبعا، بل ممكن تكون أجوبتهم خيالية fictional، يعني إذا انسأل حدا منهم عن عمره ما مضطر يقول عمره الحقيقي مثلا. تقييم بتم على شقين، بالشق الأول بعد ما ينتهي كل حكم من مقابلاته الأربعة لازم يحدد بالنهاية مين برأيه هو الكمبيوتر من بين الأربعة يلي قابلهم. إذا حكمين على الأقل أخطأوا باختيارهم، يعني هن خربطوا وقالوا عن الكمبيوتر اللي قابلوه أنه إنسان، بيكون الكمبيوتر تجاوز هالشق من الاختبار. بالشق الثاني بعد ما ينتهي كل حكم من مقابلاته الأربعة لازم يعطي على مقياس من 1 لـ4 مدى إنسانية كل مشارك هو قابله. 4 هي علامة الأكثر إنسانية، 1 للأقل إنسانية. فإذا حصل الكمبيوتر على ميديان رانك أكبر أو يساوي الميديان رانك اللي حصلوا عليه 2 من البشر المشاركين على الأقل، يعتبر اجتاز هذا الشق من الاختبار. فيعتبر ريكورد وايل فاس بهذا الرهان إذا كمبيوتر قبل نهاية عام 2029 اجتاز هدول الشقين يلي شرحناهم بهالاختبار. وإلا يعني إذا لنهاية عام 2029 ولا كمبيوتر اجتاز هدول الشقين، يعتبر ريكورد وايل خسر الرهان، وميتش هو اللي بيكون فاز، وريكورد وايل هو بيدفع $20,000 للتشاريتي اللي بيختارها ميتش. وهون بتكون خلصت حلقتنا اليوم. لايك إذا عجبتك، قلنا آرائك بالكومنتس، شير إذا حابب تعرف وتعرفنا بآراء رفقاتك، وأكيد سبسكرايب، ونلتقي بالحلقة الجاية.